بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق الكريم. السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة في هذه الفقرة العاشرة، والتي سنخصصها للفصل الرابع حول السرقة العلمية. لقد تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة السرقة العلمية في الجامعات بما فيها الجامعة الجزائرية، حيث أصبح بعض الباحثين ينسبون أفكار الغير إلى أنفسهم دون الإحساس بخطورة الأمر وتداعياتها السلبية على الإنتاج الفكري وعلى البحث العلمي. فما هو مفهوم السرقة العلمية؟ من لغويا، السرقة العلمية بمعنى بلاجيا أو بلاجياريزم هي كلمة لاتينية مشتقة من بلاجيوس ومعناها مختطف، ثم استعملت بمعنى الانتحال الذي يعني سرقة أفكار الغير أو كلماتهم أو مخترعاتهم أو مؤلفاتهم. وتعرف السرقة العلمية على أنها تحدث عندما يقوم الباحث متعمدا باستخدام كلمات أو أفكار أو معلومات ليست عامة خاصة بشخص آخر دون تعريف أو ذكر هذا الشخص أو مصدر هذه الكلمات أو المعلومات، منسبا إياها إلى نفسه. وينطبق هذا التعريف على مختلف الكتابات، سواء كانت المنشورة ورقيا أو إلكترونيا أو الخاصة بطلاب آخرين. أنواع السرقات العلمية، معناه ما هي الحالات التي يمكن أن نقول عنها سرقة علمية؟ لقد تعددت أنواع السرقة العلمية بتعدد مسمياتها، وقد فصل القرار الوزاري رقم 933 صور السرقة العلمية، وتجدون هذا القرار في الأرضية مع الدرس الخاص بالسرقة العلمية. إذن فصل هذا القرار صور السرقة العلمية وأنواعها كما يلي: اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور، استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها وأصحابها الأصليين، نشر نص أو مقال أو مطبوع أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة واعتباره عملا شخصيا، قيام الباحث الرئيسي بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون إذنه بغرض المساعدة على نشر العمل استنادا لسمعته العلمية، بالإضافة إلى قيام الباحث بالترجمة دون ذكر الكتاب الأصلي. أما صور وأشكال السرقات العلمية كما وردت في هذا القرار: السرقة العلمية عن طريق النسخ واللصق، وتعني أو تكون عند استخدام جملة أو تعبير استخداما حرفيا كما ورد في مصدره الأصلي، دون استخدام لعلامات التنصيص والإشارة إلى المصدر، ودون الاستعانة بالمزدوجتين أو التهميش. السرقة العلمية للأسلوب، والمقصود بها اتباع نفس طريقة كتابة المقال الأصلي جملة بجملة ومقطعا بمقطع، فهذه سرقة علمية. السرقة العلمية باستبدال الكلمات هي اقتباس جملة من أحد المصادر وتغيير بعض كلماتها لتبدو مبتكرة، ولتجنب ذلك يجب وضعها بين علامات التنصيص وذكر مصدرها. السرقة العلمية بواسطة الاستعارة، في بعض الأحيان يجد الباحث نفسه مجبرا على تقديم توضيحات إضافية أو تقديم شرح يلمس حس القارئ ومشاعره بطريقة أفضل من الوصف الصريح المباشر للعنصر أو العملية، لذا يجب عليه إحالة مختلف الاستعارات لأصحابها الأصليين. والشكل الأخير وهو السرقة العلمية للأفكار، يجب ذكر أصحاب الأفكار الحقيقيين في حالة الاستعانة بفكرة أبدعها مؤلف أو باحث معين، أو توصيات أو مقترحات قدمها لحل مشكلة ما، ويجب نسبتهما له بوضوح. ما هي أسباب السرقات العلمية؟ معنى ما هي الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة؟ تدني المهارات المحتية، تدني مستوى كذلك المهارات اللغوية، انخفاض الوعي بخطورة السرقة العلمية، عدم نضج ثقافة النزاهة العلمية،
السعي للحصول على الدرجة العلمية والنجاح وتفضيل ذلك على العلم، قلة الوعي بتقنيات الإسناد وإثبات المصادر، وعدم معرفة الكيفيات المثلى للاقتباس والتوثيق. لكن هذا لا يمنع أن هناك طرق لمعالجة ومكافحة هذه السرقة العلمية. أولا، تدابير التحسيس والتوعية التي نصت عليها المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 933، وهي على الشكل التالي: التدابير المجسدة عن طريق الدورات التدريبية والندوات العلمية، وذلك بتنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة والأساتذة، وكذلك تنظيم ندوات علمية لفائدة الطلبة والأساتذة. التدابير المجسدة عن طريق إدراج أخلاقيات البحث العلمي في الشق البيداغوجي، بإدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي أو منهجية البحث العلمي والتوثيق في كل أطوار التكوين العالي، إعداد أدلة إعلامية تدعيمية حول مناهج التوثيق وتجنب السرقة العلمية في البحث العلمي، وإدراج عبارة التعهد بالالتزام بالأمانة العلمية والتذكير بالإجراءات القانونية في حال هبوط السرقة العلمية في بطاقة الطالب وطيلة مساره الجامعي. ثانيا، وضع آليات تنفيذية وإجراءات ردعية من خلال سن قوانين وتشريعات كفيلة بالحد منها، الصرامة في التعامل مع حالات السرقة، وتشكيل المجالس العلمية. التدابير التكنولوجية والتقنية، لقد لجأت العديد من الجامعات إلى اعتماد التدابير التكنولوجية والتقنية كوسيلة للحد من عمليات السرقات العلمية والانتحال، خاصة تلك التي تتم باستخدام شبكة الإنترنت أو بواسطتها، وبين المواقع التي تكشف عن السرقات العلمية نذكر منها plagiarism.net وplagscam.com وsmallcitos.com وplagiatracker.com. الأمانة العلمية المحرك الأساسي في تطور البحث العلمي ورقيه، لأنها ترتكز على مبادئ أساسية في البحث الأكاديمي، ألا وهي ثقة الباحث في مدى صحة المعلومة التي يقدمها، وكذا ثقته بالأشخاص الذين يتبنون أفكاره. أشكال الأمانة العلمية: توثيق موضوعات البحث، حيث أن العديد من المعلومات والأفكار يتم اقتباسها من مراجع مختلفة، مما يستوجب توثيقها وذكر مصادرها. من الأمانة العلمية أن يقوم الباحث بمناقشة والتعليق على كل الأفكار والدراسات السابقة ومقارنتها مع موضوع البحث. ومن الأمانة العلمية كذلك أن يتجرد الباحث من مظاهر التعصب والأهواء والعواطف، وكذلك تجنب مظاهر الاحتيال العلمي كالسطو على أبحاث الآخرين وإعادة صياغة الأفكار والعديد من المعلومات دون الإشارة إلى الباحث، كذلك عملية الترجمة دون ذكر المصدر الأصلي. كان إذن المحاضرة الخاصة بالسرقة العلمية. شكرا لكم على حسن الإصغاء.